مارتين زكوتي عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إفهنو. نأخذ اليوم الاثنين 20 و21 فبراير إضراب وطني مرفوق بوقفات احتجاجية أمام المديرية الإقليمية ضدا على سياسة التماطل واللامبالاة التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، وكذلك سياسة التفقير التي تنهجها الحكومة المغربية في حق أبناء وبنات الشعب المغربي. في الجامعة الوطنية للتعليم خرجنا بهذا المعركة النضالية ديال 20 فبراير و21 فبراير للرمزية ديال هذا اليوم ديال 20 فبراير، وكذلك احتجاجا على الاتفاق اللي تنعتبره في الجامعة الوطنية للتعليم اتفاق الهزالة بعد شكلا ومضمونا، باعتباره أن لا يبي يعني اهتمامات ولا يبي كذلك انتظارات الشغلة التعليمية، بحيث أن هذا الاتفاق هذا اللي جاء من طبيعة الحال في التوقيع ديالو من طرف بعض النقابات على أنه اتفاق أولي، اتفاق اللي هو كان من طبيعة الحال اتفاق غيخلف ضحايا جدد على غرار الاتفاق ديال 85 2003، وبطبيعة الحال ما يمكن في الجامعة الوطنية للتعليم إلا أن نقف إلى جانب هذه الفئات هذه، واللي بان بطبيعة الحال يعني العيوب ديال هذا الاتفاق خاصة بعد التوقيع عليه أن عدد من الفئات خرجت للاحتجاجات، وبالتالي هذا ما يمكن في الجامعة الوطنية للتعليم إلا ندعم هذه الفئات المتضررة ونوقفوا إلى جانبها كما عهدناهم دائما. وفي أول وفي مقدمة هذه الفئات هذه هناك الأسئلة المفروض عليهم التعاقد المقصيين والمقصيات من خارج السلم، لأن هذا المطلب ديال 2004 فيه حيف كبير، باعتبار أن هذا المطلب ديال الترقية خارج السلم يجب أن يكون بأطار مادي وإداري، وبالتالي لأن هذه الأفواج المتركة ما يمكن حل هذا المشكل إلا ترقية استثنائية والالتزام باتفاق أبريل 2011. كذلك هناك مجموعة من الفئات المبرزين الدكاترة المساعدين التقنيين الإداريين كذلك بالنسبة يعني الفئات العربيين، كذلك يعني هناك فئات عريضة جدا اللي هذا الاتفاق هذا ما نصفهاش، وبالتالي احنا كجامعة الوطنية للتعليم لا زلنا متشبثين يعني بالوعود ديالنا لتقدمات النساء ورجال التعليم على انه اي نظام اساسي غيخرج خصو يكون نظام يعني موحد وعادل لجميع الفئات. إذن نحن في الجامعة الوطنية للتعليم ناخذ الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام المديرية الإقليمية مراكش ضد كل هذا الشيء اللي صرت من قبل، وبالتالي كل التضامن مع الفئات المتضررة وتحية الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنقدم لكم نفسي وصحيب حميد كاتب إقليمي لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وعضو لجنة ثنائية وعضو مكتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الإفن أو بمراكش. أولا اليوم هاد الوقفة جينا اليوم هاد الوقفة دايرينها تجاه أولا بعدا كندرو على الغلاء اللي كيعيشوا المواطنين والمواطنات في هذا البلد السعيد على هذا الغلاء، لأنه هاد المسؤولين الناس مسؤولين كما كانت تكرفسوا على المواطن الفقير، لأنه لا يعقل بأنه كيتقاضى واحد الأجر اللي هو هزيل والمعيشة اللي هو غالية. فلهذا اليوم أنا كنمثل واحد الفئة اللي هي جزء من الأسرة التعليمية اللي هي فئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية، لأنه اليوم كنطالبوا بالإدماج الفوري لوزارة التربية الوطنية وبسلم تاسع بإطار رجعي، لأنه لا يعقل بأنه هذه الفئة اللي هي هذه الفئة اللي هي فئة المساعدين اللي أعطت الكثير والكثير للمؤسسة التعليمية والإدارة التربوية وسنوات اللي كتعيش في الحيف والإقصاء والتهميش، واليوم كنعطيهم واحد السلم اللي هو اللي ما يشربهم حتى الماء. فلهذا علاش ما نكونوش احنا بحال المساعدين ديال الادارات الاخرى اللي كيتقاضوا واحد الاجر اللي تبارك الله اللي هو كاين، وهذا وكنطلب من الوزاره اللي هي وزاره التربيه الوطنيه بتصدر واحد المذكره اللي هي حركه انتقاليه محليه. اليوم ملي كنجيو كنناقشوا مع الساده المديرين الجهويين والمديرين الاقليميين كيقول لك حركه محليه انتقاليه
الجنوبيه تيقول لك ما كتسمحش لكم نتوما، ولا يعقل بانه مدن مغربيه كتفعل هذه المذكره الا مدينه مراكش اللي ما كتفعلهاش. فلهذا كنطالبوا مره اخرى باش يتهز واحد الحيف وواحد الاقصاء على هذه الفئه اللي هي فئه المساعدين التقني المساعدين الاداريين. وانتم اليوم راه كتشوفوا راه حاضرين بقوه المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، لانه وكنشكر مره اخرى وسائل الاعلام اللي حضرات وعطاتنا هذه الفرصه باش نتكلموا وباش نوصلوا الصوت ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.